هلا بدي اسالك مجموعه من الاسئله السريعه، تختار لي بيناتهم. حضرتك لعبت مع دريد لحام بخربه ولعبت مع ياسر العظمه بمرايا، مين اكثر حدا من بيناتهم بتحب الكوميديا اللي بيقدمها؟ مو بتحبه اكثر، بتحب الكوميديا بيضحكك اكثر؟ رحت ما تكون القصه انه هذا مهرب دبلوماسي مثل ما كل الناس رح يفكروا. انا الحقيقه ما بشوف حدا هو الاحسن، احسن بيضحكك اكثر، هو الاحلى. كلهم بيضحكوني، في لحظات بيضحكوني بشكل كتير فريد من نوعه وخاص. يعني انا بوقت من الاوقات كنت مثلا احط عادل امام بمسرحيه معينه، بحب احطه واتفرج عليه لحتى افرغ كل شحناتي وتعبي اذا كنت تعبان. نفس الشيء الاستاذ دوريد، في لحظات يمكن تكون هي احلى من لحظات عنده هو نفسه، يعني بحبه. ونفس الشيء الاستاذ ياسر العظمي، كمان ياسر من الناس اللي بتلعب وبتنوع بالكاركترات بالماده. فانا ما بشوف انه في واحد هو الاحسن بالعالم. مع مين اكثر حبيت الثنائيه، مع نبال الجزائري ولا مع شكران مرتجى؟ بصراحه الحقيقه شكران لعيبي اكثر، الحقيقه مو انه نبال مش منيح، الحقيقه انا عملت ثنائيات كثيره يعني، بس شكران بسبب تكرار التجارب الحقيقة وتنوعها، بدءا من بيت العز لتجربتنا ببقعة الضوء بأكثر من ثنائية بقعة الضوء، بباب الحارة، بخربة، وبيت العز عملنا تجربة فريدة، عملنا شغل اسمه أبو فريد وأم فريد، واحد مجنون بيحب فريد الأطرش كثير وهي لاحقته من قرن لقرن. كممثل وكأحد أكاديمي، مين بتشوف مقدراته التمثيلية أكبر أو كأدوات، قصي خولي أو تيم حسن؟ حضرتك اعتبرت تيم حسن رقم صعب، لسه عند رأيك؟ الحقيقة أنا بحبه لتيم حسن، أنا بحب أتفرج عليه. تيم حسن بيمتلك بعض المواصفات اللي علاقة بالنجومية العالمية، مش بس بالإمكانيات التمثيلية، لأنه إذا ما نحكي على الإمكانيات التمثيلية أنا بشوف في ناس بتمثل أهم من تيم حسن. بس أنا محمد خير جرك، أنا مش كرأي، كمزاج شخصي، مش كرأي شخصي، مش كتقييم فني. إذا رحنا باتجاه التقييم الفني رح يكون في، يمكن يكون في ناس أهم من بالنسبة إلي فنيا أهم من تيم حسن كممثل. آخر سؤال ضمن هاي المجموعة، لو تسلمت نقابة الفنانين، صرت نقيب الفنانين، شو أول قرار بتاخده؟ ولي أول شيء بلغي لهم الرواتب لكل كل أعضاء مجلس النقابة ومجلس إدارة، يتحول القصة لفعلا لمؤسسة خدمية حقيقية، ما تكون القصة فقط لأرني. صحيح إن بيحاولوا ما تتحول القصة جباية الأموال اللي بتعملها النقابة بتلم فيها مصاري لتصرف فيها على اللي عم بيلموا المصاري. المصاري بتلم لحتى تروح لصالح أعضاء النقابة اللي بحاجة هاي المصاري. بطلوا خدوا مصاري، هاي المصاري لازم تروح لناس بحاجة هاي المصاري. في ناس ما عم بتلاقي فرص عمل، في ناس مريضة، في ناس عم متقاعدة من أكثر من سنتين وثلاثة بحاجة هاي اللامة أكثر من أي حدا تاني. تهدر أموال بأراني لناس بس لأنه في هيكل إداري، لكنهن عمليا كل اللي بيساووا أنه هن بيلعبوا سوليتير عنكبوت على شاشات الكمبيوتر أكثر من 70 ل 80% من وقتهم داخل أعمالهم ووظيفتهم.